أستاذة نعمة اتفضل. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أستاذة نعمة. أتمنى على حضرتك بس يا أستاذة نعمة، تقريبا للأساتذة اللي اتكلموا قبل مني، أستاذة نعمة بس تكرمي نعم ربنا عليه. أستاذة نعمة أستاذة نعمة تكرميني بس بإنك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. أيوه حاضر. إن ربنا يتذكر قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فاهم. الإنسان لو افتكر نعم ربنا عليه من أول ما يصحى من النوم لحد ما ينام، يستشعر النعم في كل نفس، في كل حركة، في كل نظرة، يحمد ربنا على اللقمة اللي بياكلها. لعل ننظر لأهالينا في فلسطين النهاردة مش لاقيين شربة الماء، وبحمد ربنا وأشكر فضله اللي رزقنا برئيس رجل شدائد، رجل ورجاله قليل، رجل سادات، وده نعمة كبيرة ربنا رزق بيها الشعب المصري، إن ادانا راجل واقف على حيله، راجل بيصد أمام جبهة عايزة تفرد مصر. أقول للشعب المصري لا تحزن، إن سيدنا رسول الله قال إيه لسيدنا أبو بكر؟ لا تحزن إن الله معنا. بقول للناس لا تيأسوا من رحمة الله وتقنطوا من رحمة الله. صحيح أستاذ نعمة، يعني جزاك الله خيرا، وواضح أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك من اسمك نصيب. احنا عندنا حاجة بينص عليها أهل اللغة، وبينص كمان عليها أهل الله، أن وكل له من اسمه نصيب. ربنا يديم عليك النعم، ودايما تشوفي جمال وفضل الله ونعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا في كل شيء.